السلام عليكم، أنا عبادة، واليوم رجعنا بفيديو جديد. قبل ما نبدأ لا تنسى تحط لايك وتشترك في القناة إذا أنت مو مشترك. طبعا اليوم راح نلعب مستودع، لكن دقيقة قبل ما نبلش نلعب، بعرف إن فاجأتكم في صوتي هذا، بس في تعليقين أنا جاي أرد عليهم بفيديوهين. في واحد كاتب لي لعبة فري فاير فايش ألعب ببجي، واليوم راح نلعب ببجي. وفي واحد كاتب لي يا نوب ليش ما تلعب مصنف وأبصر إيش، راح نلعب مصنف بالفيديو الجاي، ترقبوا. وبس يلا خليني مديش أزعجكم عشان تشوفوا لعبي. Let's go. The blue team has scored for the first time. Get in the car. إبراهيم ارحمني. Watch out. يا جماعة هذا الكتلني صح، ركزوا لي على اسمه بوت صح، شوفوا هسه كيف راح انتقم وارجع اقتله. Yeah, Bobby. Watch out! Marked a location. قلت لكم ولا ما قلت لكم؟ الثأر يموت ولا يسترد. شكلي قلبتها، ثأر يسترد بل يموت. المهم شوف اللقطات دي. ولي نحتم مليون هد يا جماعة، مليون مليار هد. خلص ارجع نام يلا. صار مات. اخوان هذا بوت مفعل، يا انا المشكله فيه بعرفش العب.
لا مستحيل، لا مستحيل، هذول بوتات مفعلين. أحا طبعا هو بايزي كمان، يعني هو اللي قتلني. اوه لا 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 يا لسه الضحك انه يس. اوه صاحبي اخذ حقي منه. دقيقة دقيقة يا جماعة، إذا بتتوقعوا أنا اللي قتلته حطوا لايك، إذا بتتوقعوا صاحبي اللي قتله حطوا اشتراك. لا عن جد أنا بوت، أنا بوت، صدقوني أنا بوت. قالكوا انا رايدن، انا هترو، انا ابن فلسطين. طبعا خسرنا لان انا كنت شايل الفريق على كتافي، وعلى واحد جايب كلات تقريبا يعني. ايوه لا انا على واحد جايب كلات 15 كل، انا كنت شايل الفريق على كتافي. اصلا عادي هذا غير مصنف، يعني غير مصنف، ان شاء الله الفيديو الجاي راح نلعب مصنف وعلى مستوى كمان. صح نسيت احكي لكم كمان، فيديو فري فاير راح ينزل بعد الفيديو هذا يمكن بعد يوم. وفيديو فري فاير اللي انا نزلته وحكيت افشل لعبه في العالم، انا ما حكيت فيه لاني انا نزلت الفيديو غلط. انا منتجت فيديو وجهزته ونزلت الفيديو غير مجهز، يعني قباء. كمان الفيديو صوتي ما كان طالع فيه، ممكن كمان حسيته بالملل في الفيديو لانه بس كنت العب، يعني شو راح تستفيدوا وشو راح يعني مش فاهم انا. وبس هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى انه يكون عجبكم، بتمنى يكون عليه مشاهدات يعني قوية ولايكات واشتراكات كثير ان شاء الله. وبس.